انا الرساله ديالي غادي نوجهها للمسؤولين، المسؤولين كاملين اللي كاينين في الدوله، حتى لجلاله الملك. الرساله ديالي كنوصلها له هو مباشره، يعني انا بصفتي اخت المعتقل كنوجه لجلاله الملك الرساله انه يشوف في الحاله ديال هاد ولادو، راه هادو ولاد الشعب ديالو، راه ما كان ولاد الشعب ديالو. حنايا هادو حنايا لو كان كانوا مذنبين ولا مجرمين كما كيقولوا هما، راه حنا اول وحدين اللي غادي يحاسبوهم هما حنا. انا كنقولها من هنا، الا كان خائن للوطن تثبت لي العداله بانه خاي بدر الدين بوالحجل خائن للوطن، اقسم بالله العلي العظيم وكنقولها وغنوفي بالكلام ديالي. الا كان خائن للوطن تبتت عليه دليل انه خائن للوطن، المحكمه اللي كتعطي له 10 سنين ولا 20 عام غنقول عطي له الاعدام، لان ما يشرفنيش يكون عندي خويا خائن للوطن، وغيكون عندي الشرف كثر الا عطوني نعدمو انا بيدي، لان حنا هذه بلادنا وانسان كما كيقولوا كيموت على ولادو ولا على بلادو، حنا هذو ولادنا وهذه بلادنا وحنا غادي نموتوا عليها اليوم ولا غدا.